<applause> إيه <ده تصفيق> أهلا ومرحبا بكم في برنامج تعلم اللغة الصينية أنا يارا إبراهيم والنهاردة معاكم في حلقة جديدة من البرنامج ومعانا كمان محتوى جديد النهاردة هنتكلم عن الطقس باللغة الصينية هنتعود إزاي نتكلم عن درجة الحرارة وإزاي نجاوب كمان عن السؤال على درجة الحرارة هنتكلم كمان عن الطقس بكل ما فيه، وهنتكلم كمان عن فصول السنة وإزاي نسأل ونجاوب عن فصول السنة باللغة الصينية. تعالوا نشوف مع بعض أهم المفردات والكلمات اللي إحنا هنحتاجها في حلقة النهاردة، وكمان نشوف إيه النصوص والمحادثات اللي معانا في حلقة النهاردة. يلا بينا نشوف. زي ما قلنا في بداية الحلقة إن إحنا هنتعلم مع بعض النهاردة كذا حاجة وهي السؤال والجواب. هنتعلم إن إحنا نتكلم عن الطقس بشكل عام، سواء الطقس في بلدنا أو الطقس في أي بلد تانية، هنتعلم مع بعض السؤال عن درجة الحرارة والإجابة عليه، والسؤال عن فصول السنة، وإزاي أوصف الطقس بشكل يومي. طيب، هنبدأ النهاردة بأول حاجة معنا وهي كلمة الطقس، يعني إيه كلمة الطقس باللغة الصينية؟ يعني الكلمة اللي إحنا شايفينها قدامنا دي وهي تيان تشي تيان تشي تيان تي تعالوا نشوف اول حاجة المفردات اللي معانا في حلقة النهاردة اول كلمة معانا وهي كلمة تيان تيان وكلمة تيان معنى مشمس الكلمة التانية معانا وهي كلمة تيان 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 وهي معناها معنا يوم مشمس لو جينا فصصنا كده الكلمتين كل كلمة لوحدها هنلاقي ان اول كلمة هي معناها تيان تيان اللي هي بمعنى مشمس وكلمة تيان اللي هي يوم فلما اجي اضم الكلمتين مع بعض هيكون يوم مشمس لو انا عايز اوصف اليوم بانه مشمس او حر فبنقول عليه تيان 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 الكلمة اللي بعد كده وهي ون ون والكلمه دي معناها حراره الحراره معناها باللغه الصينيه ون ون الكلمه اللي بعد كده وهي تشي ون تشي ون وهي معناها حراره الجو تشي ون الكلمه اللي بعد كده وهي كلمه دو دو وكلمه تو بمعنى درجه ودي هستخدمها لما آجي أتكلم عن درجة الحرارة الكلمة اللي بعد كده وهي كلمة ذو ودي بمعنى تقريبا لو أنا عايز أقول النهاردة تقريبا درجة الحرارة تلاتة وعشرين فبستخدم كلمة آجي أشوف الكلمات اللي معانا بعد كدة وأول كلمة وهي يييي وكلمة يي بمعنى أمطار طب لو أنا عايزة أقول إن الجو ممطر هقول يو الكلمة التانية يو يي الكلمة اللي بعد كده وهي كلمة سيع يي سيع ودي معناها تمطر أو إن الجو بيمطر، وقول عليها سيع ييه ييه. نيجي نشوف الكلمات اللي بعد كده وهي كلمات بتوصف الطقس بشكل تاني لما يكون الطقس فيه هبوب رياح أول كلمة معانا، وهي كلمة كوا كوا وهي الكلمة بمعنى تهب وده فعل بمعنى تهب كوا الكلمة اللي بعد كده وهي كلمة فنغ فون بمعنى الرياح طب لو أنا عايز أقول تهب الرياح أو هبوب الرياح فبقول كلمة كوا فون تعالوا نشوف النص اللي معانا في حلقة النهاردة واللي بيعبر عن مجموعة الكلمات اللي احنا أخدناها مع بعض دلوقتي أول حاجة مثلا لو احنا شايفين الكلمة اللي معانا في الجنب دي وهي كلمة حلوة. حلوة. لو نفتكر مع بعض الكلمة دي وقلنا إن دي معناها القاهرة في الحلقات اللي فاتت حلوة. طيب أنا عايز أدي مثلا مثال أوصف بيه الطقس في, في القاهرة أول جملة معانا تعالوا نشوف هي إيه نطقها عامل إزاي ومعناها إيه بيقولي أول حاجة دين تين دين تين دو يون دين تين دو يون. أول حاجة دي تيان وإحنا الكلمة دي خدناها في مرات كتير في الحلقات اللي فاتت معناها اليوم أو النهاردة. الكلمة اللي بعدها وهي كلمة تويون تويون الكلمة دي بمعنى غائم يعني إيه؟ يعني الجو لما يكون مغيم أو في سحب كتير في السماء بنقول عليها دويون فانا عايز اوصف الطقس النهارده بانه غائم او فيه سحب كتير او فيه غيوم كتير فبقول الجمله دي وبقول دين تيان تو يون تو يون نيجي عند الجمله التانية وهي تي ون سان اجي كده اشوف كلمه كلمه معناها ايه قلنا ان كلمه تي ون معناها الحراره وقلنا ان كلمة دو معناها درجة ودي بتستخدم لما اجي اوصف درجة الحرارة او اقول النهاردة درجة الحرارة كذا طيب مهم جدا ان انا لازم اكون مراجع على الارقام كويس قوي من واحد لحد مية عشان اقدر اوصف درجة الحرارة كويس وافتكر الارقام كويس وانا بوصفها معايا الرقم ده اللي هو سانش سانش لو نفتكر مع بعض الرقم ده معناه 30 فانا بقول T ون سانش دو ان درجة الحرارة تلاتين زوياء تقريبا زوياء. فأجي أقول الجملة على بعضها ده تقريبا كده درجة الحرارة النهاردة إيه تلاتين تشين 1 دو زوياء. آجي كده للنص التاني، لو أنا مثلا عايز أوصف درجة الحرارة في مدينة اسكندرية، هشوف معايا كده أول جملة، وهو بيقول لي تين <applause> ش تشين تين. تين ش. تين تين اول حاجة اول كلمة معانا وهي كلمة دين تين اللي هي معناها النهاردة ش بيكون تين 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 وكلمة تين تين خدناها بانه يوم مشمس فانا عايزة اقول النهاردة يوم مشمس فهقول دين تين ش تين تين الجملة اللي بعد كده وهي تي ون أرش سان دو ون 23 دو عايز اقول ان درجة الحرارة كذا طيب اجي اشوف الرقم اللي معايا هو 23 اللي هو 23 فانا عايز اقول درجة الحرارة مثلا في مدينة اسكندرية 23 فهقول تي الجملة رقم 3 وهو بيقول لي مين تيان مين تيان يو سيو يو مين تين يو, يو. مين تيان يعني بكرة لو أنا عايزة أقول بكرة الدنيا هتمطر أو بكرة اليوم هيكون ممطر فهقول مين تين يو وبكده يو. يو يو. نكون إنتهينا من الجزء الأول في حلقة النهاردة حاجة بسيطة قوي إن أنا لازم أكون عارف الأرقام كويس أو يحفظها من واحد لحد مية ونقدر لو إحنا مش فاكرين نرجع لحلقة الأرقام اللي إحنا شرحنا فيها الأرقام من واحد لحد مية لازم أكون عارفها كويس قوي عشان لما أجي أعبر عن درجة الحرارة أو لما حد يسألني النهاردة درجة الحرارة كام أقدر أرد وأجاوب عليه بكل سهولة تاني جزء معانا في حلقة النهاردة هو أنا هعرف فصول السنة باللغة الصينية وإزاي أسأل عن فصل السنة وإزاي أرد عليه تعالوا بينا نشوف كده الجزء التاني في حلقة النهاردة في إيه محتوى تعالوا نشوف الجزء التاني معانا في حلقة النهاردة وهو أول حاجة هناخد الكلمات اللي هنعبر بيها عن فصول السنة وازاي نسال عن فصول السنه باللغه الصينيه وازاي نجاوب عليها اول كلمه معانا وهي كلمه تي دي 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 وكلمه دي دي معناها فصل او فصول السنه الكلمه اللي بعد كده وهي كلمه تشون تيان تشون تين تشون تيان والكلمه دي معناها فصل الربيع الكلمه اللي بعد كده وهي كلمه سيا تين تين الكلمه دي معناها الصيف فصل الصيف بنقول عليه سع تين الكلمه اللي بعد كده وهي كلمه تيو تين تيو تين والكلمه دي معناها الخريف الكلمه اللي بعد كده وهي كلمه تون تين تون تين ودي معناها الشتاء الكلمه اللي بعد كده وهي كلمه جو ر ر والكلمه دي معناها حار او ساخن ولو انا عايزه اوصف الجو بانه حر بستخدم كلمه جو جو الكلمه اللي بعد كده وهي كلمة لاون لاون والكلمة دي معناها بارد أو برد برضو لو أنا عايزة أوصف الجو بأنه برد بستخدم كلمة لاون الكلمة, الكلمة اللي بعد كده وهي كلمة ون نوعان ون الكلمة دي بمعنى دافئ ون نوعان لو أنا عايزة أوصف الجو بأنه دافئ بستخدم الكلمه دي الكلمه اللي بعد كده وهي كلمه ليانغكواي ليان الكلمه دي معناها منعش او زي ما بنستخدم كلمه عاميه كده بنقول الجو طراوه فاحنا بنستخدم كلمه ليانغكواي الكلمه اللي بعد كده وهي كلمه سيع والكلمه دي معناها ان الجو بيمطر نستخدم كلمه سيع الكلمه اللي بعد كده وهي كلمه وأ فون وقلنا ان كلمه بمعنى تهب وكلمه فون بمعنى الرياح فلو انا عايزه اقول تهب الرياح او هبوب الرياح بستخدم كلمه الكلمة. الكلمه اللي بعد كده وهي كلمه تيان تشين تيان ودي معناها مشمس أو يوم مشمس تيان تيان الكلمة اللي بعدها وهي كلمة ين تيان ين تيان ين تيان بمعنى غائم لما يكون الجو مغيم بستخدم كلمة ين تيان الكلمة دي بوصف بيها الجو أنا عايزة أقول إن الجو النهاردة غائم او الجو النهارده فيه غيوم بستخدم كلمه ين تين واقول مثلا دين تين شي ين تين الكلمه اللي بعد كده وهي كلمه تو يون تو يون الكلمه دي بمعنى غائم برضو لو انا عايزه اقول الطقس غائم اليوم فانا بقول تين تين تو يون كده نكون خلصنا الجزء الخاص بالكلمات اللي انا اقدر استخدمها لما اجي اسال عن الطقس وفصول السنه طيب نيجي نشوف النص اللي معانا اللي بيعبر عن الطقس وفصول السنه ايه هو اول جمله معايا وهو بيقول لي ني سي خوان تي دي ني سي خوان تي اول كلمة معايا وهي ني إيه اللي هي الضمير بمعنى أنت سي خوان فعل بمعنى يحب وده أخدناه في الحلقات اللي فاتت نعج بمعنى أي تي دي بمعنى فصل أي فصل تحب من فصول السنة فأنا هجاوب بالضمير هعكس الضمير من أنت لأنا في الإجابة بتاعتي وأقول أنا أحب كذا واسي خوان وصي خوان مثلا أنا بحب فصل الصيف فهقول سيع فالجمله كلها على بعضها تكون و سي خوان سيا تيان الفصل اللي انا بحبه في الاجابه مش شرط التزم باجابه محدده لا انا هعمل عمليه ابدال يعني ايه ابدال انا هسيب الاجابه بتاعتي مفتوحه وهحط فيها الاجابه اللي انت عايزها او الفصل اللي انت بتحبه مش هلزمك بحاجه معينه لان احنا خدنا الاربع فصول باللغه الصينيه فانت تختار الفصل اللي انت بتحبه وتحطه في الايه في الاجابه بعد العباره بتاعه و سي خوان اجي بعد كده مثلا حد يسالني يقول لي الطقس عامل ايه النهارده فانا عايز اقوله او اوصف له حاله الطقس مثلا السؤال بتاعي كيف حال الطقس اليوم اقوله ازاي باللغه الصينيه جين تيان تيان تي زي ميا جين تيان تيان تي زي اول حاجه اللي هي جين تيان اللي هي معناها اليوم او النهارده تيان تي الكلمه المحوريه بتاعه نص النهارده اللي هي معناها الطقس زي وقلنا ان احنا بنستخدم زميان للسؤال عن الحال كيف حال الطقس اليوم دين تيان تي زميان هرد ازاي هقول دين تيان تيان تي مثلا هقول دو ين. او دين تيان تيان تي دين تيان تيان تي اجي للاجابة بتاعتي وانا عايز اقول مثلا أوصف ان الطقس النهاردة حر جدا هقول دين تيان تيجي تي تي تسألني على كلمة أو عبارة خنجوع كلمة خائن خدناها قبل كده بمعنى جدا وقلنا إن دي قبل الصفة عشان كوصف لدرجة الصفة فمثلاً إحنا خدنا كلمة جو اللي هي معناها حر فأنا عايزة أقول الطقس النهاردة حر جداً فهقول دين تيان تيان تي خنجوع برضه هسيب لك الإجابة مفتوحة تحط فيها الكلمة أو الوصف اللي أنت عايزه بكده نكون انتهينا من الجزء التاني في حلقة النهاردة وهو السؤال عن الطقس وفصول السنة إزاي أسأل وأجاوب عن الطقس بشكل عام وعن فصول السنة باللغة الصينية اجي الجزء الثالث معانا في حلقة النهاردة جزء التدريبات تدريب بسيط عشان نطبق على كل اللي احنا خدناه في حلقة النهاردة فيما يخص عن الطقس باللغة الصينية أول سؤال معانا في تدريب النهاردة هو دين تيان تيان تي اللي هو كيف حال الطقس اليوم انا حاطه اجابتين ممكن تختار منهم الاجابه اللي انت عايزها اول حاجه وهو جين تيان شي تيان تيان عايزاك ترجع للكلمات وترجم كل جمله او كل اجابه من الاجابات دي لوحدك وتعتمد على نفسك فيها وتشوف قد ايه الحصيله اللي انت اكتسبتها من حلقه النهارده فانا مش هترجم معاك الجزئيه دي تيان شي الاجابه الثانيه وهي دي تيان شي نفس السؤال بإجابات تانية السؤال وهو تيان تيان زميان؟ جين تين تين تشي زم جين تين يو يو جين تين يو فون أجي على السؤال عن درجة الحرارة جين تين دو شاو دو جين تين دو شاو دو درجة الحرارة كام النهاردة؟ ليه سألنا بدو شع أو وليه ما سألناش بدي إيه؟ دو شعاع لأن أنا حاطة هنا درجات الحرارة أكتر من عشرة وقلنا إن إحنا بنستخدم كلمة دو شع أو للسؤال عن العدد اللي أكتر من عشرة. دينتين دو شعاع دو اول حاجه معانا وهي درجه الحراره 27 ولازم اكون مذاكر الارقام كويس قوي وقلنا ان 27 باللغه الصينيه يعني ارش فهقول دين تيان ارش دو طب لو درجه الحراره 30 30 باللغه الصينيه يعني سانش دين تيان سانش دو نفس السؤال ولكن بدرجات حراره مختلفه لو انا عايزه اقول النهارده مثلا درجه الحراره 38 38 باللغه الصينيه يعني سان با فهقول جين تيان سان با درجه الحراره 12 جين تيان شي وبكده نكون انتهينا من حلقه النهارده انا عايزاك تعمل نفس التدريبات اللي فاتت دي ولكن انت هتكتب درجات حراره عشوائيه وترجمها للارقام باللغه الصينيه وكمان هتسال نفسك السؤال بتاع ما حال الطقس اليوم وتبتدي تعمل عمليه الابدال اللي احنا قلنا عليها ان انا هغير في الاجابات بكل الكلمات والمصطلحات اللي احنا أخدناها مع بعض في حلقه النهارده مش هلتزم بس بالاجابه اللي موجوده في النص انا هلعب كده لعبه صغيره بكل الكلمات وهجاوب على نفس السؤال ولكن باجابات مختلفه كتير جدا بكده نكون انتهينا من حلقه النهارده من برنامج تعلم اللغه الصينيه اشوفكم في حلقه جديده المره الجايه مع محتوى جديد 那我们到此结束，再见。